مبروك علينا، دخلنا الكلمات والعبارات باش نعبروا لكم عن الفرحه تاعنا، ولكن تاكدوا باننا فخورين بكم انتم جميعا بهذه المناسبه التي نتمناها ان تكون عبره للاخرين لجميع الرياضات في ولايه سكينه. الله، اولا نشكر كل السلطات المحليه على حفاوه الاستقبال هذا وعلى تشجيعهم للفريق بعد حصوله على لقب عزيز على سيكدا، هو كاس الجمهوريه، اللقب اللي جامي تحصلت عليه سيكدا في تاريخ كل الرياضات في سيكدا. بالمناسبه نشكر كل الاداريين والطاقم الفني والطاقم الطبي وكل اللاعبين على المجهودات اللي بذلوها باش وصلنا للنتيجه هذه. نتمنى ان سيكدا اللي راها يعني ناقصه من ناحيه النتائج الرياضيه، بما نتكلموش على مجالات اخرى، ناقصه يعني نقص كبير. نتمنى هذه النتيجه تعمل سيكدا تعطي يعني تعطي حافز كبير للفرق الاخرى والرياضات الاخرى باش يتحصلوا على نتائج مستقبلا. جد سعيد بالتتويج هذا، تتويج كاس الجمهوريه لنادي امل سكيكدا. اذا زوج تاع القاب خلال موسم واحد، دونك انا جد سعيد اللي شرف النادي، شرف ولايه سكيكدا وشرف الجزائر في المحافل الدوليه الكبرى اللي هي كاس العرب وكاس افريقيا. فيما يخص القاعه، القاعه ماهوش مشروع مجمد، فيها المشروع متقدم ب 85% من تقدم الاشغال اللي هو موجود في العربي بن حميدي اكس جون دارك، والاشغال متواصله ان شاء الله، وان شاء الله حين تتم الاشغال به سوف يسلم مباشره للنادي هذا، خصيصا للنادي اللي باش يزيد يطور ويكمل في النتائج الايجابيه ان شاء الله.